صافي سيدي. يقول آفة أهل الشر أنهم يسمون أهل الجهل بالعلماء. لا والله حاشاكم، أنتم علماء. العراقيين من الرصافة عالم. صافية إيه. العراقيين عندهم شقاوة، كان الوالد يقول عندهم، يقول العراقيين عندهم شقاوة، صحيح مولانا؟ يقول الرصافي لو كان في مصر كان يبقى أشهر من شوقي. الله شاعر، هو شاعر؟ نعم شاعر، أشعر الشعراء. هو اللي قال غدا ستبدي لكم الأيام. لا يا راجل، ده طرفة من العبد، الطرفة ده معلق، معلق الطرفة. ستبدي لك الأيام الذي مات شبابا جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوجه. إيه؟ ويأتيك من لم تبع له بتاتا، ولم تضرب له سبق موعده. يا الله، عن المرء لا تسأل وسأل، سأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدر. والجاحظ شنو أشهر شعره؟ الجاحظ أديب وكاتب، أديب وكاتب وليس شاعر. لا فيه شعر ربيع الأبرار، كتاب شعر كبير ما شاء الله، لكن لم يقل معلقا. الجاهلين المتوفى نعم 255 هجري. يقول هذا ود السيرة الصبح شوية، طالما مشيت على رسلي فكنت المقدمة على رسلي على مهلي، ولا انت لسه كمان تأتي صروف فتكرم العقود وتنقض مكرمة. وتقول انا مش عالم يا راجل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انا فكر خشب ما شاء الله. يقول مرة اتصل هو يجي ما شاء الله ما شاء الله، يلعب على كذا موجة. راحت للسافر، ايوه كلمت عندك تنقشت على سافر ده الشطار. قام قال لها انا ما شفتش الشطار. الله وانت جاهز الحمد لله. وقالت له هو دي ايه صعد السيارة وفعلني قال له امشي بس تلفي كذا كذا انت ميكانيكي مات هو بيدرس، مات في محل الوراقة في الكوفة. مو في الكوفة، في العراق، في بصرة. بصرة بنا منهم. لا بس انا عشان بس اتركوا السياسه، خلونا بالصوفيه.